سؤال بعض رجال الشرطة هنا أفادوا بأن هذا التجمع ضد إقامة المؤتمر في مدينة ميونخ، وبأنه يعني هناك كثير من التفاصيل التي وردت في أثناء المؤتمر وبيرفضوا. يعني أنا لا أفهم اللغة الألمانية، لكن يعني أفاد رجال الشرطة وبعض الإعلاميين هنا بأنه هذا ضد إقامة المؤتمر وضد يعني بعض مخرجاته وضد بعض ما طرح فيه. أعتقد أنه وراء هذه التظاهرة وهذا الحشد ضد الناتو ضد وهكذا في تقديري أنه العرق الألماني بيعود مرة أخرى، وفي حراسة الشرطة هنا وهنا بيتحدثوا بهذا الصوت أنه ضد الحرب ضد الحروب لا للحرب. يعني هو كل ما قيل هنا أنهم ضد حلف الناتو. بيرى الألمان أنه حلف بيدعو للحروب وللاحتلال ولتفخيخ الكرة الأرضية. بيبحث هؤلاء الألمان عن ألمانياتهم المفقودة ربما في هذه التظاهرة الكبيرة العريضة، التي يعني أنا كنت أظن أنها يعني تظاهرة من الممكن أن تكون أخف من هذا أو يعني وقفة رمزية، لكن كما ترون يعني هي ليست وقفة رمزية وإنما هي يعني بهذا الحشد. وأيضا هناك سترات صفراء كما نرى، يعني محاولة للتقليد ومحاولة محاولة يعني إثبات موقف وتشكيل لوبي هنا ضد حلف الناتو. يعني كما نعلم أن هناك خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين ألمانيا بخصوص نفقات وتكاليف حلف الناتو، حيث ترفض المستشارة الألمانية ميركل ده حزب الخضر يعني، والأحزاب الألمانية اليمينية بترفض تماما وجود حلف الناتو هنا وبترفض التعاون مع حلف الناتو، رغم أن ألمانيا من الدول يعني المشتركة والدول الأساسية، لكن بترفض المشاركة الألمانية المساهمة بشكل كما يريد دونالد ترامب. وهناك خلافات يعني قرأناها وتبعناها بسبب عدم رغبة ألمانيا في التوسع في حلف الناتو. هذه التظاهرة ربما تكون رصيدا للمشاركة الألمانية وهي تناور وهي تخطط من خلال اللوحات المرفوعة، من خلال هذه اللافتات لا للحرب ولا للناتو. أتصور أنه هناك في خلف صوت نسائي، يعني هذا الصوت النسائي بيتبع هذه التظاهرة الأولى أو مقدمة التظاهرة التي كان بيتحدث فيها بشكل كبير مجموعة من الزاعقين الغاضبين من الحرب ومن الناتو. أرى أنه مسيرة طويلة، يعني أنا يعني ربما حاصرت بالكلية مكان انعقاد المؤتمر في مدينة ميونخ، في نحن الآن في قلب مدينة ميونخ التي احتضنت هذا المؤتمر، وأرى أنه الآن يعني تم إيقاف بالشرطة أو وقفت يعني خط المترو الذي يخترق المدينة لتوفير ملاذ لهؤلاء أو طريق لهؤلاء المتظاهرين الذين أخذوا تصاريح لازمة وتحركوا في شوارع مرسومة ومحددة. و يعني كما نرى الهدوء بيحيط بجنبات التظاهرة رغم كبرها رغم ضخامتها رغم امتدادها، وهذه يعني تعبيرات رمزية ضد الحرب وضد حلف الناتو. وأرى مجتمعا يعني هذه الاعتراضات ليست اعتراضات على خبز أو اعتراضات على يعني مصطلحات فارغة، لكنها اعتراضات على ملف محدد ضد الناتو ضد الناتو ضد الناتو ضد يعني ضد الحرب ضد الناتو. هذا هو الشعار الأساسي في ألمانيا، وكما نرى في هدوء شديد بيرفعوا اللافتات وبيرفعوا يعني أصواتهم عالية للتعبير عن آرائهم في هذا الموضوع. يعني كما نرى وكما يعني ترون خلفي تظاهرة كبيرة يعني بتمتد يعني إلى 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 يعني لا أرى نهايتها ولا أرى يعني إنما
هناك تعبير حقيقي عن الغضب من انعقاد هذا المؤتمر والغضب الشديد على حلف الناتو وعلى الحرب التي بيقودها حلف الناتو في أكثر من مكان وفي هذا الممر للتعبير عن آرائهم، وهي آراء ربما نتفق أو نختلف، لكن هذا هو المجتمع الألماني.